بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة هيكون فيها مفاجآت وفيها كواليس وفيها تفاصيل، وبالتأكيد الساعات القادمة احنا بنقترب من موعد مباراة هامة جدا، مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام. هي مباراة ضمن مباريات الجولة 27 للدوري العام، ولكنها أكيد في تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء، موعد إقامة اللقاء، طاقم تحكيم هذه المباراة اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي منذ لحظات من قبل اتحاد الكورة. كل الكواليس الخاصة بهذا اللقاء هتتابعوها النهاردة معانا من خلال شاشة قناة الأهلي عبر برنامج الترند. كمان فكرة ليه الاتحاد أعلن مبكرا عن أسماء حكام القمة، قرارات صدرت في الساعات الأخيرة بخصوص بعض التعيينات للحكام في مباريات الدوري النهاردة والأيام اللي جاية، هل في طاقم تحكيم مصري موازي لحكام مباراة القمة اللي تم الإعلان عنهم من قبل اتحاد الكورة؟ كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها. كمان هنتكلم على الأهلي واستعداد الأهلي لمباراة الزمالك يوم الثلاثاء. النهاردة الفريق بالتأكيد راحة سلبية طبقا للبرنامج المعد من قبل مارسيل كولر. كمان هنتكلم على ما يطرح في السوشيال ميديا بخصوص الصفقات والتعاقدات، وكلام كتير جدا كان بيتقال على اسماء لعيبه وقعت رسميا للنادي الاهلي، خلاص انضمت رسميا للنادي الاهلي. وانا قلت هنا مرارا وتكرارا يا جماعه، ما تصدقوش 90% من اللي بيتقال في البرامج بره او عبر اليوتيوب او في السوشيال ميديا. الساعات اللي جايه ممكن تلاقي خريطه مختلفه تماما عن اللي بتطرح في المواقع وفي البرامج، لان البعض بيحاول يسعى للترند او انه يكون بيحاول يعمل اجتهاد او سبق صحفي. حلقة فيها تفاصيل كتيرة جدا، فيها كلام مهم جدا، هتسمعوا كلام لأول مرة في ملفات هامة جدا في الفترة اللي جاية. لكن نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة النهاردة، والسؤال النهاردة عن مباراة القمة. السؤال: في رأيك ما هي أجمل أهداف الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة. وطبعا أجمل أهداف الأهلي في مباراة القمة، أنت عندك أهداف عديدة وكثيرة ومتميزة، ولكن يعني قدر الإمكان كل واحد يدخل ويشارك معنا ويقول من وجهة نظره أفضل هدف. وعلى فكرة أفضل هدف في مباراة القمة أمام الزمالك أيا كان، في الدوري، في الكاس، في بطولة إفريقيا، الكل يدخل ويشارك، وأستعرض أكتر رأي من حضراتكم أو أكتر آراء من حضراتكم في الجزء الأخير من برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق راحة من التدريبات اليوم، وكمان رسميا طاقم تحكيم إسباني لمباراة القمة، وأخيرا ميكالي يناقش مع اتحاد الكرة اختيار الثلاثة الكبار. النهارده كمان هيكون عندي اطلاله على فكره مين من لاعبي النادي الاهلي المنتخب الاولمبي يفكر او بيفكر في ضمهم لدوره الالعاب الاولمبيه في باريس، وهل في امكانيه لتواجد اثنين من حراس مرمى النادي الاهلي في الالعاب الاولمبيه في باريس؟ النهارده اكيد هتكلم على هذا الاطار في سياق فقرات برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي لاستعراض مباريات اليوم. النهارده عندنا مجموعه من المباريات في الدوري المصري، في اليورو، وايضا في كوبا امريكا. نبدا مع بعض في اطار مباريات الجوله 27 من الدوري العام. الشوط الاول انتهى منذ قليل في المباراه اللي انطلقت حوالي الساعه 4 ما بين فيوتشر والاسماعيلي بتقدم الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. الساعه 7 في مباراتين: المصري مع سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز مع المقاولين العرب. والنهارده عندنا اطلاله مهمه جدا على فكره طاقم تحكيم هذا اللقاء، ماتش بيراميدز والمقاولين. نروح لبطوله اليورو، والنهارده الجولة الثالثة بقى في إطار مباريات الجروب ستيج ودور المجموعات. الساعة 10 في مباراتين: سويسرا مع ألمانيا، واسكتلندا مع المجر. دي النهارده مباريات في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى. طيب، مباريات كوبا أمريكا، وعارفين المباريات بتتلعب في الفجر، فالنهارده في الواحدة من صباح يوم الأحد كانت في مباراة ما بين الإكوادور وفنزويلا، وفنزويلا حققت نتيجة تاريخية ومكسب مفاجئ بالفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف. مش عايز أقول مساء اليوم، يعني صباح الغد إن شاء الله بإذن الله، يعني صباح يوم الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية هتلعب مع بوليفيا.
وفي نفس التوقيت صباح اليوم كانت المكسيك بتلعب مع جامايكا والمكسيك كسبت هدف مقابل لا شيء. دي أبرز مباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم سواء في اليورو أو كوبا أمريكا أو حتى الدوري المصري اللي على صفيح ساخن نتيجة الأحداث المثارة على الساحة الرياضية. فاصل ثم نواصل. الأهلي في مواجهة الزمالك. في الجولة 27 من الدوري المصري. الاستوديو التحليلي الأقوى مع الكابتن أيمن شوقي. الاستوديو التحليلي الثلاثاء الساعة 5 مساء على قناة الأهلي. مش هيسيبنا. أعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم ده أرشيف متحرك. عدل القياس الصندوق الأسود بتاع النادي الأهلي. صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منة ومحمد. وأنا عندي منة ومحمد. يبان في مناكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا. هو مدرس العربي بتاعي مناكف 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 المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه. شوف الشاسيه بقى ده في 74 مناكفه عدل طلعت مجله الاهلي. وبعدين اهم ميزه بقى ما استلفش عمره مني فلوس. يعني عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا احداث كتير جدا مع بعض. رحت انا والمهندس عدل القيعي كل مره في كاس العالم للانديه. لما جت على روسيا بقى وكاس العالم خلع مني وراح له. ملك وكتابه مع عدل القيعي وابراهيم المنيسي غدا الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.